خطاب صاحب الجلالة اليوم كان خطابا كالعادة وكعادة جلالته، خطابا نصوحا، خطابا يراعي حسن الجوار، يراعي بناء المؤسسة أو الوحدة المغاربية، لكن رغم ذلك كانت فيه حمولة أخرى في هذا الخطاب، أولها أن لا تفاوض حول مغربية الصحراء، ثانيا دعوة شركائنا الحقيقيين إلى مواقف أكثر جرأة بخصوص وحدتنا الترابية، كذلك كانت الإشارة القوية من جلالته إلى ما تعرفه الأقاليم الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية يتمنها الجميع ويثني عليها جميع المطلعين وجميع العارفين بما بهذه الجوانب التنموية في مناطقنا الجنوبية. كذلك أشار وأشاد جلالته بالدعم اللامشروط الذي تقدمه كثير من الدول الإفريقية والعربية على وجه الخصوص لوحدتنا الترابية، وجاء ذلك عندما أشار جلالته إلى أن هناك 24 تمثيلية قنصلية من دول إفريقيا ومن دول عربية بكل من مدينتي العيون والدخلة، بالإضافة إلى إشادة طبعا جلالته بما عرفته هذه المناطق من انتخابات حرة ونزيهة ومشاركة قوية للساكنة التي انتخبت ممثليها الشرعيين الحقيقيين من خلال صناديق الاقتراع، وهم اليوم يؤدون مهامهم على كما أدوه في الفترات السابقة على الوجه المطلوب، مساهمة منهم وإشارة منهم لجميع المكونات المجتمع الإقليمي والدولي بأنهم هم الممثلون الشرعيون الحقيقيون لساكنة الجنوب. وأيضا جاء في خطاب جلالته الإشادة بالموقف ديال الأمريكي فيما يتعلق بالإدارة السابقة في القرار السيادي الأمريكي الذي جاء ليؤكد بأن سيادة المغرب سيادة كاملة على أراضيه الجنوبية. وأيضا جلالته أكد مرة أخرى للمنتظم الدولي بأن المغرب لا زال يمد يديه ولكل المبادرات الدولية وللمساعي التي يقوم بها السيد الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه في الأقاليم الجنوبية، وطبعا الإشادة بالعمل ديال قوات المينيرسو، وفي الأخير طبعا كالعادة وكذلك تكريم جلالته لما يقوم به والإشادة لما تقوم به قواتنا المختلفة من قوات مسلحة ودرك ووقاية مدنية وإدارة ترابية، المجهودات التي تقوم بها لصيانة حوزة الوطن وللدفاع عن وحدتنا الترابية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.